It's 11 o'clock and I'm flying tonight. I'm going back home. In Beirut, the pressure to look perfect is unmeasurable. But everyone is too absorbed to notice. I can't keep count of the amount of times I was berated for just tying my hair up in a bun. My hair should be presentable and neat and long. Every time someone says Jamelik, they are reinforcing the idea that the most important thing is to look good. From a Western perspective, the influence of beauty standards in this Middle Eastern country are extraordinary. And this land has been watched over by generations of beautiful people. I quickly learned that they are vocal defenders of the importance of beauty from the outside. Women can move freely. But because of this, they feel the need to always look good in order to fit in. And I know this pressure firsthand. ماما بتحب شعر القصير. أول شيء شلت لها شعرها كله لأن كان خفيف. ضيعها شو بدي بنت وشعرها يوقع يهل. قصيت لها عند الحلاق على الآخر. صرت ضل لبسها بالنايتة كانت صغيرة لأن. Sabine Nejem was the second runner-up in Miss Lebanon 2017. Miss Lebanon is very important in Lebanon. Why? Because the beauty of Lebanon is number one. Especially if you ask a boy, he tells you that if I want to get to know a girl, I want to get to know a girl who is nice. The first thing for him is the beauty. اوكي مس لبنان كل العالم بتنطرها اول شيء كل العالم بتنطرها لانه بتشوف بنات الحلوه بتشوف اول شيء مش بس الحلا بتشوف الذكاء عن جد هالسنه كان في كثير بنات ذكيه وعرفوا كيف يجاوبوا مش انه بس حلوه يعني منظر بس على الحل حلوه وذكيه وهي شخص مثل غيرها يعني بتتعلم وواسي كثير لها مراتب حلوه بالجامعه واكثر واكثر فهمت علي سو بس بلبنان بينطروا لانه بحبوا يتطلعوا وجوه حلوه اجسام حلوه يعني بتحس العالم تبقى ناطره انه يمين بده يطلع شو معقول تكون وذوق بالنهايه في ذوق يعني انا بلاقي انه المره انخلقت تتكون حلوه تتربي عائله هي وحلوه تشتغل هي وحلوه يعني ما في ولا مره مثلا انا مثلا بعتب على المره اللي بتشتغل وبتربي عائله وبتهمل حالها ما لازم صدقيني يعني لازم تلاقي وقت لحالها ولعائلتها هي المره الذكيه يعني سالوني مره قلت لهم المره الذكيه هي اللي بتلاقي وقت لحالها ولشغلها ولعائلتها ولجوزها يعني بالنهايه عرفتي؟ سو وبتلاقي حال يعني هي بتنبسط تعمل القصص اللي هي بدها اياه. وهيك ايام بدي اقول لكم شغله ايام الجمال صعب يعني او البنت اللي بتكون حلوه صعب تعيش حياتها مش هينه يعني انا مثلا بتطلع بصير اقول انه فوت مثلا على محل بصير يتطلعوا انا بحس حالي اذا عملت شيء نطيت بيطلعوا بيقولوا يي لك هيدا انه كثير في واحد بيطلعوا فيها لانه شو ما عملت لا خليها تضلها جامده انه لا انا بدي اعيش حياتي بدي انبسط. More women are prepared to spend more money on plastic surgery than ever before. Mm-hmm.
تحكونا شوي هيك. أنا عملت عملية هون. إلي شي شهر؟ صار شهر؟ ما بعرف. بس أنا بحب أعمل عمليات وبحب صير حلوة يعني، بس ما في مصاري. هلا هو حلو مثل ما قلت بالمطعم، في تكاليف يعني. ايوه حلو، الواحد يرجع هيك يجدد الصبايا يعني، يرجع عرفت؟ Do you like it? Do you like it? Yes. Why not? Put the lips. Yeah. Lips is cool. Yeah. Lip is schön. Yeah. So big, the most shocking part is that this has been normalized. Lebanese people believe that there is a correlation between physical appearance and success. The younger generation have been disciplined by older generations and also pressurized by social media. I met up with my childhood friend, 24-year-old beauty blogger Rebecca. هون بلبنان the beauty bloggers بتشوفي أكتر في jealousy بين بعضهم، مين بده ينجح أكتر، مين بده يبين أكتر، مين اشترى brand bag جديد قبل التاني، مين رعى هذا الإيفنت قبل التاني، مين عمل collaboration مع هيدا البراند أكتر من التاني، في هيدا الكومبيتيشن دايما. So دايما حتى بين the beauty bloggers بتلاحظ في حسد، يعني أنا في يعني تقريبا بعرفهم كلهم بلبنان بس few of them بحسهم عن جد true و friends. وصراحة يعني ما بدي أحكي عن بلدي، I don't know if it's nice to say that. I know they are all fake. Everything is fake here. I don't know if I should say that. It's bad to say that about Lebanon. No? Okay, this is true then. لك شغلة، هالشغلة بشعب لبنان. لبنان كل العالم تطلع على المظاهر، على الشكل كيف من برا. يعني هيدي يعني الوحدة أول ما تشوفي بتقلي ضعفانة نصحانة، متبشعة متحلية، طولان شعرك قصرانة. سو هيدا الشيء هيدا موجودة نحن بسوسايتي عنا، مش لأنه نحن هلأ من أول جنريشن، من أيام أهلنا وجدودنا موجودة عندنا هالشغلة، بحبوا يعلقوا على كل شيء، بحبوا ينتقدوا كل شيء، بحبوا يتدخلوا بكل شيء. فمشان هيك نحن اذا انت ربيتي على هيدا الاساس، سو بس تكبري في كثير عالم بيكبروا معهم بصيروا معودين هن وصغار بيسمعوا كبرت نصحت ضعفتي، بصير بس شوفوا الشخص دغري يعطوا هيدا الشغله. سو which is اكيد it's something bad.
We thank you. الكل بيعرف كله والكل بينتقد كله وكله بيهتم بكله. يعني نحن هون نحن وقاعدين بلبنان. انت بتتأثري بهيك شيء؟ لا مش بتأثر، بس انا هيك، انا اذا ما بكون كاتر ابانج ما بظهر من البيت. شو معناتها؟ يعني اذا ما بكون مبكل، يعني اذا ما بكون طارزه حالي من فوق لتحت ما بظهر من البيت. ليش؟ لا لانه عم بقول لك نحن هيك تعودنا. يعني انا مثلا ماي مام هي هيك، ماي مام از ميك اب ارتست، وهي من هي وصغيره بتحب تلبس وترتب حالها. سو نحن انا وصغيره اذا بشوف صوري لايك اي واز 5 اور 6 years old كنت البس احلى تياب، مش انه كنت حتى لبسي كيف ما كان. يعني انا وصغيره اذا بشوف الصوره انا وصغيره فاكرني فاشينيستا من انا وصغيره حتى. عرفتي؟ سو هي لانه احنا هون بلبنان ربينا على هالعقليه، ربينا على انه لازم تضلك مرتبه حالك. وكثير هون بهمهم اذا بتطلع على ستك وجدك كثير بهمهم البنت لتصير 25 ما تجوزي بيعتبروها عنا ست. سو هيدا شغله كثير بشعه، مشان هيك بدهم يقول لك رتبي حالك ظبطي حالك لتلاقي لك عريس، وراها على عرس بقول لك عقبالك، وتروح على عرس بدك تصير تشوفي مين في عريس محل تاني. عرفتي؟ نحن يمكن هيدا الشيء بشع، بس نحن بلبنان هيك تربينا وتعودنا. هون نحن يعني اذا انت هلا بتقعدي with my friends بكون قاعدين على التيبل، ممنوع حدا يقطع من هون غير ما تكون عم تطلع عليه، وبنكون فصلناه من فوق لتحت. بس بيوروب، يوروب is not like that. بيوروب they don't care about each other. The situation is very complex. Women who appear in the media face the most pressure. They do look glamorous, but it's not so much a result of liberation, but objectification and even sexism, in my opinion. Lebanon's version of Take Me Out, a British dating show, has become the most contentious program in Lebanon. This was the first dating show to be aired in the Middle East. The show caused a lot of backlash, and conservatives believed that this is moral corruption in Lebanese society. Misha Hashim was a contestant on the show and used this opportunity to her advantage. Take me out in عمل كرمال البنت تحكي والبنت تثبت حالها والبنت تعطي رأي. ما في شيء حرزان. يعني انا هلا هي راحت شكل اخذين المرأة انه هي شكل بس. في كثير شباب اجوا على Take Me Out، في شاب اجى حدا انا شخصيا كثير استفزني وقالنا اياها انتم كلكم واقفين هون بس لتعرضوا حالكم. كنت نازل اضربهم، شرعا كنت نازل اضربهم، لانه هن نحن عندنا الشباب. يعني هي بترجع يعني على طول بنلف وبندور بترجع للشاب. يعني عندنا نحن شباب بيطلعوا على المرأة، بيطلعوا على البنت كشكل، ما بيطلعوا على المضمون. وانا بعاني منها اوقات، يعني انا شخصيا بعاني منها. يعني الواحد بيطلع فيها حلوه، يعني هيدي بنظهر معها ليله بنتسلى بنضحك عليها وبنبعتها. فمشان هيك عندك البنات اوقات، يعني ليه البنت بتزبط حالها وبتهتم بحالها لتلفت الشاب، بس هن ما عم بينتبهوا لشغله انه انتم بهالاهتمام بشكلكم الخارجي انتم عم بتخلوه بس يتطلع على شكلكم، ما عم بتخلوه يطلع على مضمونكم. لا، انه انت انا بدي شاب يطلع علي، يطلع من جوا ما يطلع علي من برا. انا اذا واحد بيجي بيقول لي انت حلوه ما برد عليه، انا بعرف اني حلوه، مش ناطره واحد يجي يقول لي انا حلوه. Living in London, these tendencies are still valid in today's society. Many young Lebanese females are growing up in a Western society but are still heavily influenced by older generations and pressurized by the media and the beauty industry.